طال انتظاره مع نجم كبير وأهلاوي أصيل، حدوتة تونسية على الأرض المصرية. الموهوب علي معلول يتحدث عن سر عشقه للأهلي وحكايته مع البطولات والألقاب ومشواره مع المارد الأحمر وحلم اقتناس الأميرة السمراء. أسرار عديدة وحكايات مثيرة في ضيافة الكابتن أسامة حسني. انتظروني مع الكابتن أسامة حسني في برنامج حوار خاص، وإن شاء الله تكون حلقة مزيانة برشا 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 إن شاء الله. علي معلول، حوار خاص، الجمعة الساعة 11 مساء على شاشة قناتكم قناة الأهلي.